السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سيادة رئيس الحفل الكريم والضيوف المبجلين والمستمعين في الحفلة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول فضائل العلم والعلماء. يا إخوة الإسلام، لقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أيها المستمعون، فالجهل بمثابة الأعمى والعلم بمثابة البصر. والجهل كالظلمة والعلم كالنور. والجهل حرارة قاتلة والعلم دل دليل. والجهل موت والعلم حياة. ولا يمكن أن يستفيد الجدال في هذا كله. أيها المستمعون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على الآخر كفضلي على أدناه. أيها المستمعون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جهلها حتى الهود ليس دون على أول الناس الخير. أيها الحاضرون، كما قال الشاعر: العلم يجلو الأعمى عن قلب صاحبه. العلم يجلو الأعمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والزقام. أيها الحاضرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل العلم والعلماء: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يأتي بها ويعلمها. أيها الحاضرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن العالم لا يستكبر له من في السماوات والأرض. أيها الحاضرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بالحق وافر. أيها الحاضرون، كما قال الشاعر: فمن لم يدق مر التعلم ساعة، فمن لم يدق مر التعلم ساعة، تجرى كل الجهل طول حياتي. ومن فاته التعليم حال الشباب، ومن فاته التعليم حال
أيها الحاضرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. أيها الحاضرون، كما قال الشاعر: ليس الجمال بأفواه تزيننا، ليس الجمال بأفواه تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيمون